صار. قومي 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 يلا قومي قومي طلع يلا يلا قومي. أزل أستوك أستوك زمك تطردنا. ما تطردنا تقول طلع برا. أفني حيوان عزوز بلبل. ولكن ما بدها تشوفها تهبري وعيونها مقلوبة. بس عرافة تقول هذا مو أي جني ولك هذا تقول جني وقح ويدور طبعا. بس أمرك كبيرة أقول لك ماكو شيء ولا تحرجني خنزر علي وراح أقول لك قميص رجالي لاقيه بكنتور زوجته ماكو ما قلت لك شيء يعني. مو قميص ها اي شيرت اقول لك اني دائما متواجده يوميه يوميه بالبيت بعد الوحده بالليل ايدك تموت ايدك تموت تعال علي لا 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 أنا من يمي من يمي أختي لقيت من يمي معقولة معقولة هذا عجوز يجي مدى قدك مدى قدك تدرين إيش سوت؟ إيه قنوات التلفزيون كلها شفرها إيه؟ كلها شفرها ما خلاني ولا محطة بس الثقافيات وكوبر ليش أخو محطة اسمها كوبر وليش هذا؟ أخ عزوز أخ عزوز ما بيطب ويطلع هلقد كتب ما راح تقول لي شنو بجيبك؟ قومي طبعا أنت أفقس حلاق بالمحلة زين؟ شنو الفضل هذا؟ مو عيب؟ يعني هسه أنا يصير أقول لك أختي إيش طاقة بالبيت؟ واحد منهم طويل طويل اليوم مرة طويل يمشي بالشارع هاي حبيبتي الثاني الهتل الثاني الثاني أقصر منه اليوم مرة قصير يمشي بالشارع اليوم حضرت جوال اليوم أسويه